احبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عارف ان انا بقالي كتير ما بطلعش، وعارف ان انا مقصر معاكم جدا في الحلقات، وده لان كان عندي مشكله كبيره قوي في اني اعمل حلقات عن السيارات في مصر وانا قاعد في السعوديه. فكان البرنامج متوقف لان انا عايز اقول محتوى، وعايز اقول محتوى يكون كويس يناسبكم ويناسب المرحله الجديده اللي انا فيها. انا دلوقتي بقيت موجود في السعوديه، فعشان كده استعنت باوسم شاب في السعوديه، صديقي ناهز. السلام عليكم، يا هلا فيكم جميعا، يا هلا في ابو حميد. اهلا وسهلا بك في السعوديه. اهلا وسهلا. اليوم انا معك طالع في قناتك الجميله ان شاء الله، وجمهورك الجميل. انت تنورني يا ناهز ما شاء الله. نورك. لكن انت الان في المعقل وفي ملعبي. بالضبط. راح يجي تحديات ما راح تقدر، ما يعني. انا طبعا هكسب طبعا، لان مستحيل اتحداك اصلا حبيبي. هذاك يوم كنت في مصر انت في ملعبي بين جمهوري، يعني راح نفجر الدنيا. حديك شرف المحاولة. ماشي. ما راح تفوز، ما راح تفوز. ممكن تحاول. ما مستحيل. حاول. أنا أتحدى. وأنا بتحدى. أنا بأتحدى. صدقني. لا خليك تروح لمصر تقول يا ليتني. بص ناس، خلينا نقولك على حاجة. تمام. سنس إن أنت جيت وظهرت على الشاشة دي دلوقتي مع جمهوري اللي أنا بحبهم طبعًا. تمام. فده في حد ذاته شرف كبير وتعظيم كبير ليك. أنت طالع مع أحمد. أوكي. أحمد. جمهورك على عين الراس، لكن احمد وشو احمد؟ 5 سنوات؟ سيدك وتاج راسك. وانا هعمل التحديات. لا لا اوكي، طالما انت عايز تقلبها تحدي. انا عايز عمال اقول للناس صديقي واوسم شاب في السعوديه، وانت جاي تقول لي تحديات. أوكي. تحديات يا اسطى. تمام. راح اكسر راسك. يلا ورنا وش عندك انت، ما عندك تحدي سيارات؟ يلا نجيب اليوم، اذا فزت علي بهذا التحدي اقهويك على حسابي. ماشي. ايه بس التحدي انك تجيب ارخص سياره عندك، اغرب سياره عندك. خلاص، اذا فزت عليك انت تقهويني، واذا فزت علي انت انا اقهويك. تمام. ناس بيتحداني ان انا اجر ارخص عربيه ممكن واحد ياجرها. رز حاجه ان هو ما يعرفش ان انا ساكن جنبي هنا كميه محلات تاجير سيارات كتير قوي. بص العربيات اللي واقفه تحت عامله ازاي. للاسف النهارده الجمعه واغلب المحلات قافله، بس في شركات بقى بتفضل فاتحه اليوم الجمعه، وغالبا انا هختار واحده منهم. والنهارده الجمعه وكل الاماكن اجازه، حتى الحاجات المتاحه 24 ساعه بيكلموني في عربيات غاليه، فانا مش عارف. وانا بعت لي لوكيشن على المكان ده، فالدنيا يعني انا هتصرف. اتصرف يا طيب يا جماعه، انا مسوي لاحمد مفاجاه. هو تحداني بسياره، ان السياره الافضل انا باخذ له شيء بطل، بينصدم اذا شافه. فان شاء الله انكم قد التحدي، اوريكم فيه. راح اخليه يروح لمصر هو منصدم، هو منبهر. يلا تعالوا شوفوا. انا شايف ان ده هيبقى كويس قوي، هتبقى حركه مجنونه بس حلوه. هفاجئك يا ناهز، هتشوف. جايبني في الصحراء، انا هتصرف. الله حصدمه في عيشه الله. شوفوا شوفوا ايش جبت له. اوريك يا احمد، اوريك يا احمد. وقت البتاع ده متعبه قوي قوي ان انا بعمله ده. مش كنا نخلي التحدي في يوم تاني؟ طيب صعب قوي، صوته صعب قوي. انا مش هعمل ريفيو، انا مش هعمل ريفيو، انا بس هفشخه ان انا جيت. ايوه ايوه، دق بالحبل. جيب عصا صح، انت جيب عصا هذا ما تضربها، تضربها بهذا والله. لو انه احنا بنركب الرحول، لكن الرحول واضح انه عاصي. حاشي اضحكوا بقى، خد الدباب ومشي. كله من هذا، شكله عينه. الله يا عينك. عيني انا
وانت وين الدباب حقك؟ انت عامل لي مشكله وجايب لي جايبني في الصحراء وجايب الجمل. وين الدباب؟ وين الدباب؟ الراجل خده ومشي. والله راح خلاك. يا الله خد الدباب ومشي. شوف واضح ان احد داعي علينا. احنا نروح ماشي كده. هذا اللي ناوي كنت بركبه نمشي لغايه الطريق اللي هناك ده كده وناخد اي حاجه نروح بيها. يلا والله الظاهر يلا يلا ما في الا ان نروح رجولنا نشوف ان اي هنمشي الحته دي كده. وانا راكن السياره هناك. انت راكن سيارتك هناك؟ اه والله شكل كلها منك. والله يلا والله كلها منك. يلا تعال تعال بس فشلنا انا وانت النهارده الحمد لله. شوف ها احنا اوكي فشلنا اليوم هذا فشلنا اوكي تمام. الرحول عندي عاصيه ما قدرنا نركبها وقاعدين نحاول ان يربونا. شوف لف الكاميرا لف الكاميرا عليهم قاعدين يحاولون يهادونها. فحنا بنقول وانت دبابك الدباب تقدر تتحكم فيه. انا الراجل خد الدباب ومشي. ايوه راح جه لا الرحول بقى البتاع دي هتهيج مننا وهتضرب فخد الدباب ومشي. طيب الدباب تقدر ترجع بس انا مين يخطي؟ انا هقول لك على حاجه بس ازاي انت جاي برنامج اسمه ايه الاول؟ البرنامج اسمه ايه؟ برنامج اسمه سيارات. اسمه ايه؟ لا بس مش سيارات اسمه ايه؟ تعال 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 لا ما عليك تخاف. البرنامج اسمه ايه؟ اسمه موتوريستا. اوكي موتوريستا. طيب موتوريستا يعني حاجه فيها موتور. تدري ده فيه موتور؟ ده فيه موتور. دقيقه تدري الجمل هذا ايش يسوي؟ أيوة. هذا يقطعك 60 كيلو في اليوم. 60 يعني كيلو في اليوم. 60 كيلو في اليوم. طب يعني الدباب يمشي 60 كيلو في الساعه يعني انا ما... تمام بس هذه سفينه الصحراء يعني توديك في كل مكان. طيب سفينه انا طيب. احنا لنا سيارات احنا طيب. نتكلم في سيارات او اي حاجه فيها موتور في يا اخي لو سفينه اوكي موافق بس سفينه يكون فيها موتور. انا بعرفك على قديما ايش يسوون. قديما كانوا يروحون على هذه وديهم يقطع بهم كل مكان يعني يروحون من الغرب للجنوب للشمال كله على الجمال. الجمال هذه سفينه الصحراء تقطع في اكلهم شربهم عن طريق وش الجمال. هو شكرا على الدرس التاريخي. أيوة ده يعني لازم اعلمك بس اي حد في الدنيا عارف ان زمان كانوا بيركبوا الجمل دي مش معلومه جديده يعني. لا معلومه جديده انت ما كنتش تعرف ده سبحان الله فجأة قاعد اعلمك فيها. لا انا ادرس لا ادرس لانك انت جايب لي دباب. وش الدباب هذا يعني انت شايف ما شاء الله من كتر شركات الايجار النهارده الجمعه كله قافل اجيب لك ايجار منين انا؟ اي طيب المخطي من يا اخوان؟ انت اللي انت بتتحداني يوم جمعه. انا تحديتها على وشه اني اجيب له شيء يمشي. جبتك شيء يمشي. انت جبت دباب. احنا قلنا سياره. انت اخذ شيء الدباب. احنا اتفقنا على سياره. طيب وده برنامج موتوريستا. انا اللي انا جبته يعتبر سياره لان هو باربع عجلات على فكره يعني هو اربع كفرات فده يعتبر سياره. ماشي والرحول هذه اربع عجلات اربع يدين اربع رجول يدين ورجلين اربع رجول. هذه اربع صح ولا لا؟ لا 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 بس اربع رجول. لا لا لا, لا. فين الموتور؟ فين الموتور؟ بتحط له بنزين ده؟ بتحط له كهرباء؟ اي سفينه الصحراء هي تخزن في السناء المويه تخزنها. هذه بنزين. السلام عليكم. انت بقى كده السلام عليكم والسلام. تشرفني الغالي. شوف من المخطي انا ولا هو؟ هو المفروض ان التحدي دوت خلص بان هو مفيش حد كسب هو اللي عزمني. هو راجل محترم جدا طبعا ولارج وكريم وسخي كتر خيره. كوبايه القهوه دي على حسابه يا جماعه. راجل عزمني على كوبايه قهوه ما شاء الله. شكرا والله يا ناهز يعني بالعافيه الله يخليك حبيبي. هذا عندنا يا طال عمرك السعوديين حبيبي الكرم. انتوا اهل الكرم طول عمرك والله الله يخليك يا حبيبي. كنا مسكناها برسمية بس اليوم كان جميل والقهوة والله حلوة يعني فلوسك حلال يا ناس حقيقي. بالعافية عليك الله يخليك. بالعافية عليك. ففي نهاية الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير وفعلوا الجرس عشان خاطر تشوفوا الحلقات اللي جاية بعد كده. مفيش مشكلة طبعا لو بصيتوا بصوا على الحلقات اللي فاتت قبل كده. بحبكم جدا 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 واحد واحد و استنونا بالحلقات الجاية راح تكون أميز حلقات وتحديات مع أحمد ان شاء الله. استنونا ان شاء الله وعطونا وعلقونا تحت يلا في انتظاركم في الكومنتات. يلا في امان الله. السلام عليكم.